اضافه الجميل تهانينا الشيخ مكتوم بن حمدان براس المركز الثالث، المركز الرابع سالم المركز الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا حضورنا الكريم، التواصل جاري هنا مع هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة من هذا الميدان. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس هنا في هذه الانطلاقات. شوطنا الرابع الذي خصص للجعدان المهجنات الأصايل، نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للإخوة المشاركين والحاضرين في كل هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة هنا في هذا الميدان. نذهب هناك مع السريع في المركز الأول محمد بن علي بن علوان، بينما اللي في المركز الثاني هناك متعب علي بن سالم بن أحمد بن حوته العامري، بينما اللي في المركز الثالث هناك حبشان أحمد بن عبيد بن حميدان. النقلة على الشعال اللي يسموه الشيخ مكتوم حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وفي المركز الخامس هنا من يأتي جلموت سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مطر بن خلف بن علوان. وسادس المراكز يأتي ليذاب الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بالدبيل. نقلتنا على المركز السابع اللي في المركز السابع هناك من الجانب الثاني بنقول الجاسوس ما شاء الله سمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم سلطان بن محمد الملعاي. هنا من يأتي في عملية تضمير، نقلتنا إلى المركز الثامن اللي في المركز الثامن هنا يأتي في هذه اللحظات العابر محمد بن سعيد بن ثامر المنصوري. وفي المركز الثامن اللي في المركز الثامن هنا تواق سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مهير بن سيب بن واس. وتاسع المراكز هناك صايب عبد الله بن راشد بن حليس الشتبي. وفي المركز العاشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس. هكذا أيها الإخوة كانت نتيجتنا، هكذا كان وصفنا للمراكز العشر، دعناها عليكم بالتمام. نتمنى إن شاء الله دائما التوفيق والناموس للإخوة المشاركين الإخوة المتابعين لكل هذه الانطلاقات هنا على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله المسيرة دائما تسير بهذه الانطلاقات الرائعة الجميلة، بهذه الانطلاقات المميزة، ونحن دائما نذهب بعد ندائنا الأول من العشرة المراكز الأولى إلى الصدارة. هل من تغيير؟ هل من تغيير؟ ولكن الشعال المسيطر ما شاء الله على المقدمة والصامت على مقدمة الشوط، الشعال على المركز الأول. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس للإخوة المشاركين والمتابعين في كل هذه الانطلاقات. غير اليذاب وسيطر على المركز الأول على مقدمة الشوط ما شاء الله تبارك الرحمن. لشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بالدبيلة من يقدم اليذاب على هذا المنصب الأول، هذا المنصب الجميل، هذا المركز المتقدم ما شاء الله. حتى هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات الحماسية ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا دائما اليذاب للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك محمد بن عبد الله بالدبيلة، بينما المركز الثاني الشعال لسموه الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري. وثالثا من يصل في هذه اللحظات جلمود سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، وهناك مطر بن خلف بن علوان حبشان ما شاء الله أحمد بن عبيد بن حميدان رابعا. وهنا العابر، الله يا العابر أحد الأسامي اللامعة على أرضية هذا الميدان أو في أي ميدان، محمد بن سعيد ثامر المنصوري. يلا يا المنصوري نبغي ذكريات العابر ما شاء الله في انطلاقات سن الحجاج على أرضية هذا الميدان. كان
حقيقة يسجل توقيتات جميلة ومميزة، إن شاء الله تعود هذه الأيام. ولكن بعود إلى اليذاب، بعود إلى اليذاب، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط. يا اليذاب على المركز الأول الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد مكتوم، محمد بن عبد الله بالدبيلة. يا سلام يا بالدبيلة، يا سلام يا بالدبيلة، من يوم الأمس ما شاء الله، وهذا شعار يتألق يتألق يتميز دائما مع المراكز الأولى. حبشان أحمد بن عبيد بن حميدان يليه بثاني المراكز، النقلة على العابر محمد بن سعيد ثامر المنصوري ثالثا، المركز الرابع بعيد شوي عني الشعال، ولكن خلني أشوف فعل اليذاب، خلني أشوف فعل اليذاب. يوم صورنا صورة صورة فيديو صورة فوتوكوبي، عطى لقطات جميلة حلوة عندنا من الأربعمية إلى 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 خط النهاية. اليذاب اليذاب هو الأقرب، اليذاب هو الأقرب للفوز وللناموس. ما شاء الله تبارك الرحمن تبارك الرحمن، تألق مع سن اللقاية يوم الأمس، وفي هذا اليوم يتألق مع انطلاقات الإذاعة. شكرا بالدبيلة، شكرا أبو عبد الله على هذا الأداء الجميل. حي ذا السير، والله حياه، حي ذا السير حياه، ما شاء الله تبارك الرحمن. تهانينا أولا للشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم، وثانيا لمضمره والمتابع الدائم محمد بن عبد الله بالدبيلة. سق الله دارك يا أبو عبد الله. المركز الثاني العابر لمحمد بن سعيد بن ثامر المنصوري، المركز الثاني او ثالث مراكز حبشان احمد بن عبيد بن حميدان، المركز الرابع ما شاء الله اسمه شيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس شعار محمد بن علي بن علوان. التوقيت الزمني 6 دقائق 17 ثانية 28 جزم الثانية. تهانينا والناموس.